فينا على شان يوتيوب تاعنا ديوانا فيم لايف برشا نقاشات تحلت محليهم حتى كان ثم اختلاف في الراي ولكن قاعدين نتناقشوا بطريقه ياسر راقيه ان شاء الله الناس كيفكم والله محليكم محليكم نسلموا على ثابت كراي سامي أه اس اس ما الاسم بالضبط سيف وداد مريم المعروفي أه نسلموا على جوهره حناشي مرحبا بيك يا جوهره نورتنا أه وداد امون جديدي نور هيثم العبيدي اهلا وسهلا بيك فارس العياري مرحبا آه نسلموا على آه نادره آه بلسي. مرحبا بيك انت وملاك كما العاده انتم تنشطونا في آه في الشين يوتيوب تاعنا اسماء آه برويس تحيه كبيره آه ليك ان شاء الله ما ننسى حد خاطر برشا نقاشات ونلوج في الاسماء الجديده اللي ما قريتهمش نور مرحبا بيك آه يا نور نسلموا عليك انت زايده آه مرحبا بكم الناس الكل باش نحكيو في موضوع آه اخر باش نتابعوا آه كما نتابع معكم كل ما هو جديد وينجم يفيدكم، اليوم باش نحكيو في باركينج كتعويض لزميلنا محمود معناها الحاجة اللي نحيوها برشا محمود، باش نحكيو على الجامعة الوطنية للسيارات اللي عاملة مجموعة من الأنشطة المختلفة، هذا باش يكون محور حديثنا في باركينغ باركينج, باركينج. مرحباً سيدي هشام معامر رئيس الجامعة الوطنية للسيارات أهلا وسهلا مرحبا صباح الورد نورتنا مو... يعيشك فضلك مرحبا مستمعين ديوان فيم يعيشك مرحبا بيك هيت آه سعنا نتعرفوا على الجامعة الجامعة الوطنية للسيارات الجامعة التونسية للسيارات هي هيكل اللي نضوي تحت وزارة الشباب والرياضة آه الأنشطة نتاعنا متنوعة عندنا خمسة فروع عندنا الألعاب الإلكترونية عندنا الكارتينج اللي هما الباز الرياضة الميكانيكية للسيارات آه وعندنا السيركوي عندنا الكورس دو مونتاني عندنا إن شاء الله الدريفت وعندنا الراليات ايه برشا حاجات برشا مع برشا اختصاصات برشا اختصاصات ايه سيرتو سنة من الاختصاصات وان شاء الله ربي يوفقنا والأوبجيكتيف نتاعنا احنا كجامعه هو نبنيو بنيه صحيحه للرياضه هذه على اساس انه معناها يكون عندنا سيركوي مضمار معناها قار ان شاء الله وانا نشكر شكر كبير ياسر وزاره الاشراف الشباب والرياضه وسي كمال على راسهم اللي هو قاعد معناها يسعى معنا باش يكون عندنا مضمار قار باش نعملوا فيه الانشطه نتاعنا يعني خاطر ماك تعرف الانشطه هذه لازمها مضمار واحنا توا كل يوم معناها كل كل مانش ولا كل معناها بطوله نمشيو ناخذوا تراخيص من البلديات ساعات نلقاو صعوبات ساعات نلقاو تسهيلات وتعطلكم بيان هو للامانه معناها التسهيلات هذيا ما تزيد كان تزيدنا قوه باش سورتو البطولات العالميه والقاريه فهمت هذاك اللي يزيد يدعمنا خاطر عندنا تبارك الله شباب آه ما شاء الله عليه وعنده مواهب معناها جوست ينقص الدعم وهكا الوقفه اللي, 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 اللي لازمنا احنا ندوزو معاه ان شاء الله. باهي نبداو باول حدث هو تعليم الصغيرات من سبعه الى 14 سنه وتدريبهم كيفاش بالضبط من سبعه إلى 14؟ آه قبل كل شيء نحب نوجه تحية كبيرة للجنود الخفاء هم اللي هما لي كوميسير نتاعنا ولي ديريكتور دو كورس ولي مومبر دو كوليج يعطيهم الصحة خاطر من غيرهم هما زادة ما نجموش نقوموا بالرياضة هذيا بالنسبة لولاد صغار كما قلت لك هو الباز تاع معناها الرياضة هذية هي الاولاد الصغار معناها لازمنا نعطيهم هاك النوسيون تاع تاع السياقة كيفاش يسوقوا على السيركوي مه. حاجة أخرى دي تدخل في السلامة المرورية زادة يتعلم الانضباط يتعلم كيفاش من سن صغيرة معناها يعني مهم فوالا دونك هذايا ان شاء الله باش تكون في سيركوي المستير ان شاء الله اليوم 15 اكتوبر من 7 ل 14 سنه دونك يشرفونا باش نعطيوهم معناها ان شاء الله باش نوفروا لهم ديكارت غاديك على السيركوي باش يكون معاهم مدرب يوريهم كيفاش التراجيكتوار كيفاش يسوقوا كيفاش يلبسوا الخوذه زاد مهم برشا خاطر الرياضه نتاعنا فيها صحيح سرعه وفيتيس مي فيها سلامه زاد اول حاجه السلامه <مترجمة> يعطيك صح دونك فوالا <سؤال> سا ساسخه نهار 15 نهار 15 تسمع يا ملاك برقيوي هاو جايين هذاك المستير تبع فينا مستمعه وفيه صديقه البرنامج من المستير. مرحبا بك. باهي دونك باش تشجعوا العباد باش تحضر كيفاش شكون اللي معني باش يشارك باش يحضر. الناس الكل معنيين بيتصلوا بالجامعه باش نعطيهم معناها لي ديتاي الكل لي الكل اللي حاشتهم بها وبيان سور يلقوا كل شيء على الباج نتاعنا نتاع الجامعه التونسيه للسيارات التوقيت مم. وعندهم رقم ينجموا يتصلوا به الجامعه باش يكون عندهم علم وقتاش يبدا وقتاش و بداو حاضرين إن شاء الله مرحبا بالناس وكل بحذرين غاديك كا نحكي على أول رالي في تونس ورالي مية في المية تونسي. أي. اعطينا تفاصيل التفاصيل قبل ما تعدي ورا لي تونسي عندنا الكارتينغ اليوم م -م. من البطوله الجوله الثالثه من البطوله اه هذه الصور اللي كنا نشوفوا فيها اي, أي, 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 أي ولا ولا الجوله الثالثه هذه نتاع الكارتينغ الصغار وعن التصويره الاخرى نتاع البطوله الجوله الثالثه البطوله م -م. الوطنيه للكارتينغ اليوم في سيركوي هرقله دونك باش فيه دو تون والكاتون باش نعملوا لايف ستريمينغ العباد باش تبعنا اون لايف على الكورس هذايا وباش يكون ان شاء الله زاد توجه للكارت كروس خاطر نحبوا يطوروه ان شاء الله 2024 ان شاء الله باش يكون عندنا الكارت كروس خاطر هذا ياخذ في صدى كبير ياسر في العالم الكل أه، نرجعوا للرالي الرالي 100% تونسي هذايا حدث كبير وان شاء الله الناس الكل فيه انا جوست حبيت ان نعرج عليه اليوم علاش خاطر برشا تساؤلات وقتاش كيفاش الرالي هذا كان مبرمج في شهر نوفمبر دونك اخرناه لشهر ديسمبر الاسباب معناها تنظيميه والمنظم وبرشا حاجات اخرين باش يكون حاضر اكثر أه لك الرالي هذا باش يكون فيه سيارات معدة مهيئة للكورس، معناها فيها شوية فيتيس، أرسو تي، فيها لارسو كاج، فيها معناها مهيئة فيها فيتيس وكل شيء. وفما أه أه معناها فما مشاركه نتاع العباد نقولوا احنا ديسكوفري معناها يكتشفوا توسكي يرد بوك يكتشفوا كوس... توسكي يرى لي بيتيتر أيه؟ يحضروا رواحهم العام الجاي باش يكونوا اكثر عندي سؤال توا أيه. جينا كومنتير من عند فارس يقول رياضه المترفين اللي لبس عليهم بيه. صحيح معناها باش تكون انت في العالم هذا نتاع لي كورس ولي والسيارات م. كل لازم تكون لبس عليك عندك الامكانيات لا, لا. لا. اسمع يا <applause> لا سامحني علاش خاطر ينجم هو يشارك في الجيمنج ديجا آه عندنا مشاركه نحكي عليها تو فوالا نحكي باش نحكيو عليها دونك تنجم تبدا بالجيمينغ تلعب على روحك الكارتينغ ماهوش غالي سامحني باش نسال هو سالني سؤال هاني باش نسال سؤال التنس ماهوش متاع نيفو كبير ليكيتاسيون كيف كيف هذوما الجول نتاع المترفي متع المترفي دو إيه؟ معناها شو كلها <applause> رياضات هو انت رياضات كيف فوالا مي احنا من كي تحب تبادر تنجم تبادر باي طريقه نجم سهلها، نسهلوها احنا من ناحيتنا احنا كجامعه تونسيه للسيارات نحاولوا باش نعموا الرياضه هذية بالجيمينج ديجا مفتوح للناس الكل فوالا مفتوح مم. للناس الكل الكارتينج ديجا عندنا برنامج كبير مم. للكارتينج وحكينا معاه مع وزاره الاشراف اللي هو باش نحاولوا نوفروا سيارات الكارتينج بارخص الاثمان في تونس وبش يكونوا مصنوعين في تونس ان شاء الله هذا برنامج قاعدين نخدموا عليه هو المكتب جامعي الكل متجندين لي اللي هو زاد السير كارتينج تكون بسوم معناها ابوردابل للناس الكل ويكون موجود في كامل تراب الجمهوريه ما يكونش حكر على تونس عنا خاطر عندنا نوادي في تطاوين عندنا في صفاقس ان شاء الله في بنزرت معناها مم. قاعدين نعموا فيها الرياضه هذيا ونقول له بقدره ربي مرحبا بك وبقدره ربي ما تكونش نتاع بيه نحكيو على الجيمينغ ونحكيو على زوج متسابقين توانسه وصلوا لنهائيات مسابقه عالميه عالميه صحيح فكره على المسابقه هذه كيفاش <applause> المسابقه هذه عندها ثلاث سنين توا سنين العام الثالث اللي تتلعب العامين اللي فاتوا ما كانتش فما مشاركه تونسيه ما نعرفوش الاسباب بون المكتب الجامعي القديم يجي يجاوبنا عليها السنه انا خذيت لي شوز اون ما والمكتب الجامعي الكل دونك قررنا اللي باش نشاركوا في البطوله هذيا وبعثنا رساله للمنظم وفرح على الاخر اللي تونس تشارك كانوا 13 دوله ليزيديسيون اللي فاتوا السنه 16 دوله كانوا 180 مشارك مهم. السنه 360 مشارك واو دونك حاجه كبيره ياسر أه الحمد لله عملنا بطوله زاد السنه أه في الجيمنج أه بالشراكه مع الجامعه التونسيه الالكترونيه وتحيه لسي ماهر سرولي على الشراكه هذه والحمد لله كانت شراكه موفقه ما بين الجامعتين أه بطولة عديت لباس لاباس دونك المشاركه هذه محمد ياسين عباسي وايوب بن يحيى دونك باش يشاركوا في البطوله النهائيه تويوتا جازو راسينج للالعاب الالكترونيه في الاردن أه هذه حاجه تشرفنا يلعبوا مليح التوانسه لا لا دو بونجور جيمر جيمر ولا مم. حتى في في الكارتينج في الدريفت في, في الرياضات الكل عنا المواهب راهو الامكانيات هي اللي تنقصنا سي <applause> سا ولونكادغومون يعني في ما كانش عنا هيكل هكايا يعني منظم وباش يشاركوا بيه وباش يشاركوا باسم تونس يعطيك الصحه دونك سنة الحمد لله قاعده تتنظم الامور قاعدين نمشيو في تمشي كبير ياسر أه مشاركة ان شاء الله موافقين هما باش يشاركوا يوم 13 و14 ان شاء الله نجموا نتابعوهم على الشين, الشين يوتيوب نتاع البطوله هذية ان شاء الله يشرفوا الرايه الوطنيه وبالحق 16 دوله 360 مشارك زوج توانسه تلقاهم في اول مشاركه اول <applause> عام واول مشاركه هذا يشرفنا برشا وحاجه اخرى بربي نحب نعرج عليها زاده عندنا هم, هم يقولوا لها يعيطوا لها كوكي <applause> <applause> بنيه هي الوحيده ما بين 360 مشارك معنا ديما تونس السباقه في التونسيه التونسية هي ما بين 360 مشارك <applause> هي الطفله <applause> الوحيده اللي شاركت في الثلاثه سنين المراه التونسيه راهي رائده في جميع المجالات آه, آه معناها والمجال الجديد هذا زاد لقينا فتاه والحمد لله بالتوفيق للناس الكل يا رب ان شاء الله من حسن لاحسن ان شاء الله يا رب يعطيك الصحه باش نزيد نستغلك شويه خاطر باش نمشي سوق رهب في صفاق نشوف واش فما وما فماش تحب ناخذ رايك بما انه محمود غايب عليا اليوم حاضر معنا نور الدين شرف الدين يلا نمشيو سوق الكراب. باركينج باركينغ نمشي هو نور الدين شرف الدين اهلا وسهلا بك نور الدين صباح النور عفيف مرحبا تسمع فيك ليك نسمع فيك عفيف آه. دونك آه. انت موجود في سوق الكراب في صفاقس لا انا موجود انا في سوق الكراب انا في جرمده في صفاقس أه؟ بجرمدا بجرمدا دونك خلينا نحكيو شويه على الحركيه عرفتي اعطيني فكره حركية مك... الحركيه مق... الحركيه لهنا مقارنه عفوا أه... ما هيش برشا حركتها مش حركيه مقارنه بالسبيع الفرطه كما قلنا في الجمعتين اللي فاتوا لكن اللي يبدو انه فما يمكن على خاطر شويه مازلنا صباح بكري والرواد هنا والناس قاعده تجي لهنا قاعده نشوفوا معناتها بالسياسه بالسياسه لكن خلينا نحكيو على الكريات ما فماش برشا شوا ما فماش برشا كريات برشا اكثر فما الكريه بالكوميرسي على اكثر من الكريه بالشعبيه على كل مش خدينا اليوم البدايه كنا مع الكرهبه هنا كرهبه فيات باليو 3 كرهبه سيري نتاعها اكيد كما قلنا باليو باليو 3 144 <متحدث> مع خويا محمد محمد صباح النور شنو احوالك خويا؟ خويا هذه كرهبه باليو 3 دونك قداش عمرها؟ من 2010 من 2010 ماشيه؟ من